بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل. مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساكم جميعا بكل خير. نحييكم أجمل وأطيب تحية من هنا، من قلب الحدث، من ميدان الوثبة عاصمة الميادين الذي يشهد هذه الانطلاقات التي خصصت لحول أصحاب السمو الشيوخ. من هنا مشاهدينا الكرام، في يومنا هذا يوم السبت الموافق 6 فبراير لعام 2016 للميلاد، بسم الله وعلى بركة الله، أعلنت انطلاقة شوطنا الأول الرئيسي الذي خصص للحول المحليات الأصائل من هجني أصحاب السمو والشيوخ. وهذا السباق الذي دائما يأتي بدعم وتوجيهات من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وارعاه ذخرا وسندا وقائدا لهذا الوطن الغالي، وبدعم وتوجيهات من أخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمتابعة مستمرة من لدى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولي عهد أبو ظبي الأمين. به نبدأ وعليه نتوكل. أعلنت الانطلاقة الأولى في هذا المساء في شوطنا الرئيسي للحول المحليات الأصائل من هنا عبر قناة أبو ظبي الرياضية، حيث من تتابعون بالأعين مشاهدينا الكرام والناقل لهذا الحدث. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، نرى هنا القيادة والصدارة، نرى من تسيطر مع البداية ومع مقدمة الشوط والمركز الأول مهابة. تعود الملكية لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس النيبي الزعيم، من يتابع هذا الشعار العناوي والانطلاق لمهابة في مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني تقدمت وصلت في هذه اللحظات وانطلقت وبر الهجن الرئاسة عوض بن مبارك المهيري الخبير، من يرافق هذا الشعار والانطلاق لوبرة، وصول من شواهين مع المركز الثالث لهجن الرئاسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، من يقدم لنا شواهين البروفيسور، من يرافق هذا الشعار والانطلاق الأول. هنا شواهين مباشرة تعلن حضورها وتكفلت بالقيادة والصدارة والمسار لهذا الشوط، وصلت مشكورة لهجن الرئاسة. هنا من يتابع هذا الانطلاق لمشكورة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي البارع، من يتابع الانطلاق. انطلق مباشرة إلى المركز الخامس شواهين مع المركز الخامس لهجن الرئاسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، يتابع انطلاق شواهين مع المركز الخامس. النقلة مباشرة إلى المركز السادس، وأرى مشكورة لهجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي، من يتابع الانطلاق يتولى عملية التضمير. الدور المركز السادس الواصلة والمنطلقة في سابع. المراكز في هذه اللحظات هملولة لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي في عملية التضمير. وصلت شواهين لهجن الرئاسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، من يتولى عملية التضمير. تتقدم شواهين مع المركز الثامن. المركز التاسع
الواصل مياس الهجر الرياسة علي بن يميل الوهيبي الظافر من يتابع انطلاق مياسة القدوم من مشكورة لهجر الرياسة البارع يتابع الانطلاق عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. هكذا النداء الأول لشوطنا الأول للعشر المراكز المتقدمة. أذعنا كاملا مكمل نعود حيث البداية نعود إلى مقدمة الشوط إلى المسار الأول من تنطلق في المقدمة بهذا المسار شواهين مع البداية شواهين مع مقدمة الشوط مع المركز الأول مسيطرة مشاهدين الكرام مع مقدمة الشوط ومع الصدارة في البداية. سلام شواهين لهجر الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتولى عملية التضمير يرافق انطلاق شواهين مع البداية والمقدمة. المركز الثاني مشكورة مشكورة من تأتي مع المركز الثاني لهجن الرياسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي البارع من يتابع انطلاق مشكورة وهي محتلة للمركز الثاني. المركز الثالث وبرة هناك من الجانب الآخر مشاهدين الكرام لهجن الرياسة الخبير عوض بن مبارك المهيري يتولى عملية التضمير. انضمت شواهين إلى المثلث الذهبي في هذه اللحظات لهجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من يتابع الانطلاق انتقل مباشرة إلى المركز الخامس وأرى مشكورة لهجن الرياسة البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي من يتابع الانطلاق يتولى عملية التضمير. انتقل مباشرة إلى المركز السادس وصلت مهابة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بخميس النبي الزعيم يتابع الانطلاق يتولى عملية التضمير. المركز السابع وصول من مشكورة لهجن الرياسة هنا عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي البارع من يتابع الانطلاق لمشكورة مع المركز السادس في هذه اللحظات. سابع المراكز أرسل هود تعود الملكية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع يتولى عملية التضمير. القدوم من شواهين وصلت شواهين انطلقت في هذه اللحظات شواهين لهجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتابع الانطلاق يتولى عملية التضمير. القادمة والواصلة في هذه اللحظات مياسة لهجن الرياسة الظافر علي بن يميل الوهيبي من يتابع الانطلاق يرافق هذا الشعار القدوم والوصول في هذه اللحظات. يا سلام وصلت سلهودة تعود الملكية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع يتولى عملية التضمير. هكذا النداء للمرة الثانية نصل إلى انتصاف المسافة 4 كيلومتر ما تبقى مشاهدين الكرام من عمر هذا الشوط. 8 كيلومتر هي مسافتنا. نعود للبداية نعود إلى مقدمة الشوط. هل حدث تغيير أم لا في المقدمة؟ بالفعل مشاهدين الكرام على الصدارة شواهين على المقدمة شواهين تعود الملكية لهجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من يتابع انطلاق شواهين هي في مقدمة الشوط هي مع الزعامة والصدارة والريادة لهذا الشوط. الشوط الأول الرئيسي للحول من هجن أصحاب السمو الشيوخ مع البداية شواهين مع المقدمة شواهين لهجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتولى عملية التضمير. وبره انضمت مع المركز الثاني لهجن الرياسة عوض بن مبارك المهيري الخبير بن مبارك من يرافق هذا الشعار. ومن الجانب الآخر مشكورة هنا تتسلل لهجن الرياسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي البارع يتابع الانطلاق لمشكورة ومشكورة مع المركز الثالث ومع المركز الرابع في هذه المسار في هذه اللحظات. تصل شواهين مع المركز الخامس لهجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتابع هذا الانطلاق. نصل إلى جسر العبور وإلى لافتة الثلاثة كيلومتر عن خط النهاية وعن ناموس هذا الشوط من المضمرين يا ترى من الفطاحة للكبار المشاركين في هذا الشوط بأشعار أصحاب السمو الشيوخ. وصلت مهابة انطلقت مهابة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان
الميدان محفوظ بن خميس النبي الزعيم يتابع الانطلاق لمهابة مع المركز السادس وفي سابع المراكز مشكورة لهجن الرياسة عيسى بن احمد بن مايد الخيلي البارع من يتابع هذا الانطلاق وصول من شواهين لهجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتابع انطلاق الشواهين القادمة مياسة لهجن الرياسة علي بن يميل الوهيبي الظافر من يتابع هذا الانطلاق يتولى عملية التضمير وصلة سلهودة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم 2 كيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية نعود للصدارة نعود للمقدمة نعود مع القيادة من تحتل الأمور في مقدمة الشوط وفي المركز الأول يا سلام من تغير مباشرة هنا مع القيادة والصدارة مشكورة مشكورة غيرت إلى صدارة المقدمة إلى المركز الأول لهجن الرياسة البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي يقدم لنا مشكورة مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول مع المسار الأول مشكورة المركز الثاني مشكورة يا سلام هجن الرياسة هنا من تسيطر مع المركز الأول ومع المركز الثاني والثالث والرابع والخامس يا سلام الشعار الأحمر من يعلن هذا الحضور مع البداية يا سلام وصلت شواهين لهجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي البروفيسور من يقدم لنا الشواهين في هذا الشوط يا سلام والبارع من يقدم لنا مشكورة ومشكورة مع المركز الأول والثالث المركز الرابع وصلت شواهين لهجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يا سلام القدوم والوصول في هذه اللحظات هنا مع المركز الخامس وبره لهجن الرياسة عوض بن مبارك المهيري وصلت مهابة انطلقت مهابة يا سلام الزعيم من يقدم لنا مهابة تعود الملكية لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس النبي تتقدم مشكورة الكيل نصف الكيلو عن خط النهاية سلام نحن قادمون إلى أبواب الختاميات هنا العروض الممتازة من تقدم شعارات هجن الرياسة مع البداية والمقدمة الانطلاق الأول المسار الأول شواهين مشكورة شواهين ومشكورة ومهاب يا سلام مع المقدمة يا سلام ومع المربع الذهبي هنا ثلاثة نجوم مع الصدارة والمقدمة الشعار الأحمر يا سلام والشعار العناوي لافتة الكيلو متر الأخير بانت المنصة بان خط النهاية يا ترى لمن الناموس شواهين شواهين مشكورة مهابة مشكورة الكل بدأ ينطلق من المضمرين الكل بدأ يقدم ما لديه يا سلام مثلث ذهبي أحمر على الصدارة شواهين وشواهين ومشكورة تنضم في هذه اللحظات ولكن شواهين استلمت القيادة استلمت الصدارة بقيادة البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي الشهم من يتابع الشعار الأحمر الكامل مشكورة من الجانب الآخر لهجن الرياسة البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي من يتابع انطلاقي مشكورة ولكن شواهين شواهين المسيطرة شواهين الأقرب يا سلام ثنائية مع البروفيسور ثنائية مع الشواهين مع البداية والمقدمة المركز الثالث مشكورة المركز الرابع مشكورة الرقص بدأ يحلو مع الكبار يا سلام ما شاء الله وتبارك الله انطلق الشواهين انطلقت مشكورة لمن الفوز من المضمرين شعار هجن الرياسة بالفعل مع الانتصارات بالفعل مع الذهب بالفعل مع الناموس ولكن شواهين غادرت انطلقت للناموس للبروفيسور ان تهديه الفوز هجن الرياسة وان تهديه البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي اسعدت مساءً اسعد الله مساك كفاية ابو محمد كفاية رعى الذيبة على هذا الابداع الفوز الانتصار تهانينا والناموس أحمر خطر مروا عبر لنواميس هذا الشوط الأول بقيادة البروفيسور أسعدت مساء مع الثنائي مع المركز الأول والثاني محمود بن محمد بن سالم الوهيبي مشكورة مع المركز الثالث لهجن الرياسة رابع المراكز مشكورة وخامس المراكز مشكورة هكذا كان التحدي هكذا المتعة والإثارة والسيطرة مع شعارات هجن الرياسة ولكن شواهين بقيادة محمود بن محمد
بن سالم الوهيبي. أسعد الله مساك البروفيسور مع المركز الأول والثاني من قدم لنا الشواهين في هذا المساء. تهانينا والناموس لهجن الرياس والتالي المحمود بن محمد بن سالم الوهيبي. سق الله دارك يا أبو محمد يا البروفيسور على هذا الفوز والانتصار والإبداع في هذا المساء. تهانينا والناموس. ها يا شواهين اللي عاد من المخرج العزيز له الشكر والتقدير. 12 دقيقة 41 ثانية 6 من الأجزاء. تهانينا والناموس لهجن الرياس والتهنية للبروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني بنفس الشعار والمالك والمضمر. 12 دقيقة 42 ثانية وفاء وتماما. التهني لهجن الرياسة والتهني المحمود بن محمد بن سالم الوهيبي. أسعد الله مساك أبو محمد مشكورة مع المركز الثالث لهجن الرياسة. 12 دقيقة 43 ثانية 3 من الأجزاء. تهانينا والناموس لهجن الرياسة والتهنية إلى البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. هكذا مشاهدينا الكرام تهانينا والناموس للجميع. والكلمة للزميل ياسر الضيوفي.